جائرة ما بقاتش مرتبة. يمكن تقول في هاد الحسابات يمكن تقول شي ريستورون ويلقى في عوض باش مثلا يلقى جوج ديال المقاهي. هاد اليوم هاد اللقاء التواصلي بغينا ندقوا به ناقص الخطر، لأنه الناس ضرات بزاف، لا من الجانب ديال الحانات والكباري اللي باقي مسدودين منذ بداية الحجر، ولا لي ريستورون اللي مسموح لهم بالعمل ولاو كيديروا لهم عقاب جائر السحب النهائي، وهذا لا معنى له إلا أنه كيشرد الناس وكيفقر الناس وكيتكرفس على الناس. كنطالبوا باش الناس تتعقل شي شوية وتخدم المعقول. منين كنلقاو هاد الناس أولا خاصهم تعطاهم انطلاقة باش يشتغلوا، لا يعقل أنه 30 شهر هادي وهما واقفين على العمان. واش ما عندهم ولاد ديال المدرسة؟ ما عندهم كرا؟ ما عندهم أسيرونس؟ ما عندهم صيدلة؟ ما عندهم طبيب؟ الله هادشي بزاف. السيد قاسم جدوري رئيس قطاع المطاعم. هذا الاجتماع اللي عملنا اليوم وهو على تسريع فتح الحانات والملاهي الليليه، وكذلك مراجعه قرارات التي اتخذت في بعض المطاعم بسحبها. كنطلبوا الوالي من هذا المنبر باش يراجع القرارات ديال سحب الرخص، لانه الناس راه ما بقى عندهم ما يبيع، راه تشردوا ولاو كيطلبوا في الزناقي. ولهذا كنطلبوا من السيد الولي مراجعه القرارات، وكذلك كنطلبوا من السلطه تبسيط المساطير. راه ما كاينه شيء. سيدنا نصره الله خطب عده مرات تبسيط المساطير ولكن ما كنشوفوا منه والو. ملي كنبغيو نطلبوا شي ورقه كيقول لك جيب هادي. العدد اللي صحبوا لهم الرخص فايت 20 بصفه نهائيه، هادو اللي بصفه نهائيه فايت 20. عائله تشردوا، عائله ما لقاوش دابا الان باش يعيشوا. كاين دابا بعض العائلات اللي بغاو يدخلوا ولادهم المدرسه ما لقاوش باش يسجلوهم باش يشريو الكتب، باش هذوك الاولاد راه غادي يخرجوا اميين. حنا كنحاربوا الاميه ولكن غادي يخرجوا اميين. عندك جوج محلات واحد كاريت يعطي بيع 15 درهم البيره، شي حماق هذا. لا تدوين النقاط مهمة. والو ثلاثة. أول حاجة الجيرو خاصو يكون عندكم الجيرو ديالو. إلا ما كانش جيرو ما كانش كوجيرو ما حقدتش.